بدنا نصبح على محمد الزيدان منسق مشاريع التعافي المبكر في مؤسسة شام الإنسانية، هو معنا عبر السكايب من ريف إدلب. يا صباح الخير لإلك. صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين جميعا، أهلا وسهلا فيكم. هلا بيك. نحكي أكثر عن سوق كفر تخاريم الأثري وأيضا عن قيمته الوجدانية لدى أهالي المنطقة. انتهينا مؤخرا في مؤسسة شام الإنسانية بقطاع التعافي المبكر من ترميم وتأهيل سوق كفر تخاريم الأثري. طبعا هذا السوق يعد لسنوات قديمة، وبناء على النداءات التي وصلتنا موجودين ضمن مدينة كفر تخاريم، حيث أن السوق أصبح يشكل خطرا على المستفيدين من هذا السوق، إن كانوا أصحاب أو أهالي المدينة الواصلين إلى السوق، بسبب الأضرار التي نجمت عن الزلزال وعن العوامل الجوية، حيث أن أكيد إجماع الناس مثل ما ذكرت، والناس أجتكم واشتكت وقالت أنه نحن فعلا بحاجة لهذا السوق لقيمته التجارية وأيضا لقيمته المعنوية للأهالي. أكيد هو سوق أثري وعمره كبير، وأكيد بيعني للأهالي أكثر من موضوع أنه هو مكان للبيع والشراء، صح؟ تماما تماما. نعم، السوق حقيقة هو يحمل طابع أثري، وفي السوق يوجد ساحة أمام المسجد الكبير في مدينة كفر تخاريم، حتى ان الابواب اثريه، المظلات، الرصف الحجري الموجود في السوق، هذا حافظ عليه للحفاظ على الهويه الاثريه لهذا السوق. حتى الابواب المحلات يعني هي مثل ما تكلمت المسجد الكبير ايضا، كل هذه الامور ذات طابع اثري، حاولنا قدر الامكان الحفاظ عليها. رح نحكي بهذا الموضوع استاذ محمد، ولكن وقت كشفتوا على السوق تقريبا كم نسبه التضرر نتيجه الزلزال، وحاليا وين وصلتوا بموضوع الترميم؟ والله الضرر كان كبير جدا، المطبات كلها مهترئه، صارت ما بقى يعني الامطار، مياه الامطار كانت تتساقط على الناس المارين ضمن السوق، حتى موضوع البلاط الحجر الموجود يعني كان بحاجه الى اعاده تاهيل وترميم، بعض الجدران اصبحت ذات لون داكن، المظله الموجوده يعني لا تقي امطار المياه اشعه الشمس. هي نوع من يعني الصوت. بيطلب من الزملاء يرجعوا يتصلوا فيك حتى نقدر نسمعك بصوت اوضح، حتى نعرف اكثر عن هذا السوق فعلا لوين وصلتوا بنسبه الترميم، وايضا يعني اكيد مثل ما بنعرف اي سوق تجاري او شيء موضوع اثري لازم يستخدم مواد خاصه، ايضا حتى الكادر اللي عم يشتغل مواد تشبه البيئه اللي تماما السوق حتى فيها. الايادي العامه لازم تكون مختصه بهذا الموضوع حتى يحافظوا على قيمته التاريخيه. ما بعرف اذا موضوع الايادي اعتقد شوي صعب، ما بعرف الى اي مدى حافظتم أستاذ محمد على هذا الموضوع بترميم السوق. خلينا نجرب يلا. طيب تمام. سألتك قبل قليل وين وصلتوا بعملية الترميم وإعادة تهيئة السوق. انتهينا حاليا، انتهينا من كامل أعمال الترميم. انتهينا. طبعا ما بعرف أنا وين قطع الصوت، فكنا عم نحكي عن وضع السوق يعني ايش قد نسبه الضرر الموجوده ضمن السوق. هي نسبه كبيره جدا، كان في خطوره كبيره على المستفيدين اللي عم يفوتوا بالسوق، نتيجه كانت موجوده اصبحت مهترئه، يعني كانت الناس كانت يعني مياه الامطار تنزل على الناس، فهي كلها عوامل خطر كبيره على المستفيدين. حلو، شو استخدمتوا بالنسبه للمظله هي اللي عم نشوفها حاليا عم تقوم بتلحيمها، شو المواد اللي استخدمتوا لسقفها؟ نحن في مظله موجوده سابقا في السوق القديم، حافظنا عليها، عملنا اعاده تاهيل وترميم، اضفنا لها بعض المجاري المعدنيه، وازلنا المظلات القديمه اللي كانت موجوده اللي هي كانت تسبب اكبر خطر على المستفيدين، وحطينا سقف من البولي كربون اللي بيسمح بدخول اشعه الشمس وبيسمح بالسقوط على الناس. طبعا هاي بالسوق المسقوط، السوق المكشوف عملنا ارصي فيه، حطينا فوق المظلات هاي اللي شايفينها بالصوره،
حديد وفوقها مركب مظله بوليكربون ان شاء الله. ركبنا طبعا هلا انتهينا الاعمال من يومين، انتهينا من كل الاعمال. يعطيكم الف عافيه. اكيد يعني بمواد تستخدم بالاسواق الشعبيه وايضا الاثريه حتى يتم المحافظه على قيمتها وعلى جماليتها وعلى خصوصيتها وعلى قدمها. شنو هي المواد اللي استخدمتوها اثناء الترميم؟ وايضا بالنسبه للايادي العامله اكيد تحتاجون اختصاصيين بهذا المجال. طبعا نعم. هلا بالنسبه للسوق الاثري والمعارف الاثريه حافظنا عليها بشكل كامل، ما استبدلنا اي شيء اثري موجود ضمن السوق، ان كان موجود سابقا او حتى القناطر الموجوده فوق الابواب، الابواب القديمه الخشبيه ايضا حافظنا عليها. كل هاي عملنا يعني عملنا اعاده تاهيل بسيطه لهي، يعني عباره عن تنظيف فقط، فحافظنا على الهويه الاثريه لهذا السوق بشكل كامل. حلو. طيب حابب أسألك إذا ضفتوا شيء على السوق، يعني مثلا خدمات زيادة أو حتى افتتحتوا دكاكين جديدة؟ فتح دكاكين جديدة، هي السوق كامل، كل السوق كله بيبقى محلات، عملنا خمس محلات، كان في بعض المحلات غير يعني جاهزين، بإمكان المستفيد إنه يفتح محل ويرجع من هذا المحل. كان في عديد من المستفيدين تاركين المحلات بسبب وضع السوق السيء. فالاعمال ايضا اضافيه اللي اضفناها، قلت لك هي من البولي كربون اللي كان في السوق، اضافي حجري لترميم طريق السوق المخرب الصيفي. ايضا حاولنا على يعني جاهدين انه نجهز للاشخاص ذوي الاعاقه في حال دخول الوصول الى السوق يكون سهل، بالاضافه لاعمال الاناره، اعمال تصريف المياه الوطنيه، بحيث ان شاء الله يكون جاهز حلو. لكل المستفيدين. كل التوفيق لكم. شكرا لك محمد الزيدان منسق مشاريع التعافي المبكر في ريف ادلب، كنت معنا من ادلب. شكرا لك. شكرا لكم، الله يحفظكم يا رب.